ببلد مثل الإمارات بيسكن فيه 9 مليون نسمة، كمية النفايات بتوصل سنوياً لأكثر من 35.5 مليون طن، والمفاجأة إنه نسبة النفايات المعالجة وصلت ل 75% عام 2021. بحلقتنا لليوم من حق الأرض رح نتعرف كيف بيتم التعامل مع هيدا الملف، وما تنسوا تشاركونا برأيكم عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شو معنى إعادة تدوير النفايات؟ هي عملية جداً بسيطة بتعتمد على إعادة معالجة المواد يلي بتم التخلص منها كنفايات بشكل بيسمح بإعادة استخدامها مرة تانية وبهدف تحويلها إلى منتجات جديدة ذات فوائد بيئية واقتصادية. مثل هالورقة من بعد ما كبها بتم إعادة تدويرها وبرجع بقدر استخدمها من جديد. طيب شو هي خطوات إعادة تدوير النفايات؟ بتشكل عملية إعادة تدوير النفايات حلقة بتتكون من 3 مراحل أساسية وهي كالآتي: أولاً التجميع والمعالجة، بيتم فيها جمع النفايات ثم إرسال المواد القابلة لإعادة التدوير إلى جهة مركزية لاسترداد المواد الممكن إعادة تدويرها، ثم فرزها وتنظيفها ومعالجتها لمواد قابلة للتصنيع. ثانياً التصنيع، بهالخطوة تصنع منتجات جديدة من المواد المعاد تدويرها. ثالثاً شراء المنتجات الجديدة المصنعة من المواد المعاد تدويرها، وبتتمثل أهمية هالخطوة بالمساعدة على إغلاق حلقة إعادة التدوير وذلك من خلال شراء المنتج. طيب كيف تعاملت الإمارات مع ملف النفايات من الألف إلى الياء؟ للتعرف على هالنموذج البيئي اللي بدأ من تشريع هو الأول من نوعه على مستوى الدولة، فصدر قانون بيحمل رقم 12 سنة 2018 وبيتضمن خطة شاملة متكاملة للتعامل مع النفايات. هالقانون إجا ليشجع على إنشاء مصانع إعادة التدوير واسترداد الحد الأقصى من النفايات القابلة للتدوير، وكمان على بعض المنشآت إعادة استخدام أنواع معينة من النفايات المتولدة بأنشطتها، بالإضافة لهذا الشيء للتعامل مع بعض أنواع النفايات يلي بتحتاج لمعالجة خاصة بشكل منفرد. من بعد القانون بعام أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة قرارين. نعم مثل ما سمعين، وزارة التغير المناخي والبيئة. الإمارات بالفعل عندها وزارة للتغير المناخي والبيئة، حيث قامت دولة الإمارات بعام 2016 بتوسيع دور وزارة البيئة والمياه لتدير جميع الجوانب المتعلقة بشؤون التغير المناخي الدولية والمحلية، وأعادت تسمية الوزارة لتصبح وزارة التغير المناخي والبيئة، وبتعمل على تعزيز جهود الدولة بمعالجة مشكلة التغير المناخي وحماية النظم البيئية الفريدة. نرجع للقرارين يلي أصدرتهم الوزارة ويلي كانوا بغاية الأهمية. الأول بيلزم جميع مصانع الإسمنت يلي بتستخدم الفحم بعمليتها التشغيلية لإنتاج الطاقة استخدام نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي احتياجاتها للطاقة من البديل الناتج عن محطات معالجة النفايات الصلبة بالدولة. أما الثاني فهو استخدام نفايات البناء والهدم المعاد تدويرها بمشاريع الطرق والبنية التحتية. أما على المستوى الداخلي بكل إمارة، شهدت الشارقة عام 2019 إنشاء معمل لتحويل النفايات لمصادر للطاقة والوقود البديل، وكهرباء الشارقة بتعتمد على هالمرفق يلي بيعالج 37.5 طن بالساعة من النفايات البلدية الصلبة، الأمر يلي بيولد حوالي 30 ميجاوات طاقة نظيفة سنوياً. والمشروع نفسه عم يتنفذ بإمارة عجمان وإمارة أم القوين، حيث عم بيتم العمل على تشغيل محطة نموذجية لمعالجة النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الوقود البديل منها بقدرة إنتاجية بتوصل ل 300 ألف طن سنوياً. وبالعاصمة أبوظبي من شهر مارس 2020 عم ينشغل على إنشاء محطتين لتحويل النفايات لطاقة بقدرة تحويل 1.5 مليون طن سنوياً من النفايات إلى طاقة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 2.5 مليون طن سنوياً. كمان شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة كشفت عن خطتها لإنارة 28 ألف منزل باستخدام طاقة النفايات. والختام مسك مع دبي، حيث عم ينشغل بمنطقة الورسان على مشروع بتوصل قدرة المعالجة فيه ل 5666 طن من النفايات البلدية الصلبة يلي بتنتجها إمارة دبي يومياً، وذلك لتحويل نحو 1.9 مليون طن من النفايات سنوياً لطاقة متجددة بتغذي شبكة الكهرباء المحلية بنحو 200 ميجاوات من الطاقة النظيفة.
لازم تعرفوا أنه صناعة تدوير النفايات شهدت تطورات مهمة بالسنوات القليلة الماضية، فهي ما عادت مقتصرة على أنواع محددة من النفايات، بل بتشمل معظم أنواع النفايات القابلة للتدوير، بما في ذلك النفايات الإلكترونية والنفايات البلاستيكية وإطارات السيارات والبطاريات المستهلكة ومخلفات مصهر صناعة الألومنيوم والنفايات الخضراء والزيوت المستهلكة وأكثر كمان. حتى القطاع الخاص أصبح منخرط بمشاريع تدوير النفايات. وبالنهاية هيدي بعض النصائح لنا كأفراد يمكن تساعدنا بالتقليل من النفايات، ويلي منها إعادة استخدام المنتجات قبل التخلص منها، التقليل من الممارسات الاستهلاكية بشكل عام، استخدام منتجات يمكن إعادة استخدامها لمدة طويلة كاستخدام الأكياس متعددة الاستخدام بدل الأكياس ذات الاستخدام الواحد. من بعد هالأرقام والبيانات بيبقى تعرفوا أنه الخطة المستقبلية لدولة الإمارات بتعتمد على المعالجة من المصدر. نعم، المعالجة من المصدر يعني الفرز، وإنت كمان ممكن يكون لك دور مهم جداً بمنظومة إعادة التدوير، تدوير النفايات طبعاً، وهو فرز النفايات بالبيت قبل التخلص منها. هون بتكون خلصت حلقتنا، ما تنسوا تتابعونا وتشاركونا تعليقاتكم على منصاتنا الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل شيء جديد من برنامج حق الأرض. إلى اللقاء.